حاليا اتوقع ان يركز الفيدرالي الامريكي على الحزمه التحفيزيه الحكوميه التي لم يتم اقرارها حتى هذه اللحظه، وترافق ذلك مع بيانات اقتصاديه تثبت بعض التباطؤ في وتيره النمو في الاقتصاد الامريكي. ونحن يوم ويوم غد في انتظار العديد من البيانات الاقتصاديه من الولايات المتحده ستسبق كلها صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بعد اجتماعه ليومين يبدا هذا اليوم. وشهدنا خلال الأسبوع الماضي صدور بيانات من الولايات المتحدة أثبتت بأن قطاع الوظائف ما يزال ضعيف، وأيضا ننتظر هذا اليوم بيانات ويوم غد بيانات أمريكية من ضمنها مبيعات التجزئة والتي من المتوقع أن تظهر انكماش في المبيعات. مؤشرات مدراء المشتريات لقطاع التصنيع وقطاع الخدمات أيضا من المتوقع أن تظهر تباطؤ في وتيرة النمو، وهذا كله سيأخذ الفيدرالي بعين الاعتبار بحسب اعتقادي. خصوصا هناك مراقبة في الأسواق المالية يجب الانتباه لها حاليا، وهي الارتفاع الملموس في عوائد سندات الحكومة الأمريكية أمد استحقاق 10 سنوات و30 عاما، فارتفعت لمستويات حاليا تبدو مقلقة بالنسبة للسياسات الفيدرالي الأمريكي. وهذا ما يجعلني أعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتوجه حاليا لاتخاذ تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد، أقلها تمديد فترة برنامج شراء السندات الطارئة، وهذا للحد من تداعيات فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي الذي بدأنا نشهده خلال الشهر الماضي وهذا الشهر. وبالتالي برنامج شراء السندات الطارئة والبالغ 120 مليار دولار أمريكي في قيمته كسقف شهري من المتوقع أن يتم تمديد فترته على الأقل. هذا ما لم نرى المزيد من التحفيزات من الفيدرالي الأمريكي، وطبعا وقع ذلك على الدولار الأمريكي قد يكون سلبيا، ليس لأنه سلبي على الدولار لكن كتأثيرات أسعار صرف قد يتسبب بانخفاض الدولار الأمريكي الذي تداول يوم أمس في مستويات ما دون 90.50 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة العملات. وأتوقع أن يستمر الانخفاض في مؤشر الدولار الأمريكي لمستويات قد تصل إلى 88 نقطة. نعم، لنعود أيضا لتوقعات منظمة أوبك فيما يتعلق بمستويات الطلب، سيتعافى في 2021 ولكن هناك مراجعة بأن قد لا تكون بنفس التعافي الذي كانت توقعته المنظمة في فترة سابقة، كيف نرى انعكاس ذلك على الأسعار؟ بالفعل كما تفضلت أعلنت منظمة أوبك عن توقعات جديدة لعام 2021، ورغم أنها أشارت إلى احتمال بعض التعافي في الطلب لكنها خفضت توقعاتها للطلب العالمي بمقدار 350 برميل يوميا، وتتوقع المنظمة أن يكون الطلب العالمي بحدود 95.89 مليون برميل يوميا، وهذا ما زال ما دون مستويات 2019 عندما بلغ الطلب العالمي كمتوسط يومي 100.1 مليون برميل. وهذه التوقعات بشكل عام حدت من قوى الارتفاع في أسعار النفط، حيث شهدنا الشهر الماضي ارتفاع أسعار النفط الأمريكي الخفيف على سبيل المثال بأكثر من 26%، بينما أخذ الاتجاه الصاعد في التباطؤ نوعا ما هذا الشهر. لا أتوقع حصول انهيارات بعد تعديل منظمة أوبك لتوقعاتها إن كنا نتحدث عن أسعار النفط الأمريكي الخفيف أو أيضا عقود نفط برينت، لكني أتوقع أن يتباطأ بعض الشيء الاتجاه الصاعد. ما زلت أعتقد بأن هنالك المزيد من الارتفاع، فلقاح فيروس كورونا حاليا ربما سيكون سبب لإبقاء الثقة نوعا ما في الأسواق المالية ومنها أسواق الطاقة، لكن هذا الارتفاع لا أعتقد بأنه سيدوم طويلا ولفترات زمنية كبيرة. وأعتقد إذا كنا نتحدث عن النفط الأمريكي الخفيف فمستويات حول ال50 دولار قد تكون متاحة، عقود برينت حول ال54 دولار، لكن بعد ذلك ربما سنشهد بعض الاستقرار في الأسعار، ولا أستبعد أيضا حدوث بعض الانعكاسات نحو الأسفل لأن المتداولين بالغوا سابقا في ردود أفعالهم تجاه توقعات توعب ربما كل ما يحدث حاليا في سير المفاوضات التي لم تصل بعد إلى أي خاتمة بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ما هو المعول حاليا على الاسترليني، وهل من الممكن أن يعكس اتجاهه في وقت قريب؟ لقد شهدنا خلال تداولات يوم أمس وهذا اليوم مدى تأثر الجنيه الاسترليني كسعر صرف مقابل العملات الأخرى بأي مستجدات بخصوص البريكزيت وتمديد فترة المفاوضات تحمل العديد من الآراء هنا. فالبعض يرى أنها أمل جديد لأن نتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن يرى البعض الآخر بأن هذا التمديد إشارة إلى صعوبة التوصل لاتفاق.
وباعتقادي بالفعل هنالك صعوبة كبيرة إثر تزمت الطرفين في مواقف لثلاث نقاط رئيسية، وهذا ما قد يعيق التوصل لاتفاق قبل موعد الخروج الرسمي. لكن الأسواق المالية باعتقادي حاليا تراهن على واحد من خيارين. تحقيق اتفاق بين الطرفين قد يكون إيجابي وبشكل جيد للجنيه الاسترليني، لكن الأنباء التي قد تشير إلى تعثر المفاوضات قد يكون لها تأثير سلبي، لكن هذا التأثير السلبي باعتقادي قد يكون على المدى القصير، حيث أن الجنيه الاسترليني والعديد من الأسواق البريطانية استوعبت كما تفضلت قبل قليل هذه الأنباء التي تشير إلى احتمالية خروج بدون اتفاق. لكن مع وجود آمال حتى لو تم خروج بدون اتفاق أن يتم اتفاق ما بعد الخروج قد يقلل من الضغوط الهابطة التي قد تحصل على الجنيه الاسترليني وتجعلها على المدى القصير فقط. أشكرك سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. شكرا على كل هذه المعلومات.